سقطت دمعة وارتمى القلب. في تقويمه 35 انطلقت في البصرة فعاليات مهرجان المربد الشعري دورة الشاعر أحمد مطر، دورة شهدت اختيار فلسطين ضيف شرف للمهرجان، وشارك فيها نحو 400 شخصية ثقافية عربية وعراقية. المربد سيقام على مدى 3 أيام تنظم خلالها جلسات للقراءة الشعرية وأخرى نقدية. الدورة 35 لمهرجان المربد، هذه الدورة أعتقد هي الأكبر حضوراً عربياً وعراقياً من الخارج ومن الداخل. أكثر من 60 شخصية عربية ثقافية حضرت إلى هذا المهرجان، وأغلبهم للمرة الأولى يحضرون لمهرجان المربد، وهم يندهشون بما يجري في مدينة البصرة وبهذا الحضور الثقافي العراقي الذي حضر أكثر من 300 شخصية عراقية من كل المحافظات. تجارب شعرية غزيرة الإبداع ألقيت من على منصة المربد، إذ حلق الشعراء بقصائدهم في فضاءات الأوطان وقضايا الشعوب العربية. يا تمثال الشياب لا تبكي على حزن الناس، فالليلة سوف يزور القتلى نهر العشار، حتى تمتلئ البصرة بالخطار. أبصر أبصر فلا بد من أن تبصر، كيف يستذل العباد، كيف يلغى شعب ليبقى إلها واحدا فوق عرشه الاضطهاد. يا حسافة على العواصم تعرى فتداري حياها الأمجاد. يا أول المدن. المهرجان تظاهرة ثقافية تقام سنويا، وهو أحياء لسوق المربد التاريخي في مدينة الزبير، إذ كانت تقام فيه المبارزات الشعرية، وقد استمد المهرجان عنوانه من ذلك المكان القديم. بالنسبة للعرب مهرجان المربد هو له تاريخ يعني غني عن التعريف، فمن يقول المربد يقول يعني القصيد، يقول الشعر، يقول لقاء الشعراء الكبار العظام. مزج المهرجان بين الشعر والأدب وبقية الفنون الأخرى في مكان واحد، إيمانا من القائمين عليه بأهمية تقديم الفن إلى جانب العمل الثقافي. الفن هنا يحكي تراث مدينة البحر والأنهار، البصرة خزانة الأدب. مهرجان المربد الشعري أصبح واحدا من أهم الأحداث الثقافية والأدبية، ومن خلاله يتعرف الشعراء على نماذج إبداعية، ومن خلاله يتعرفون أيضا على ما استجد في الساحة الأدبية والفنية. سعد حسين، يوتا.